الصراحه بنت لي بحال هذيك ديال ما نار سامحيني هذا الحوت دربك. حنا طلعنا في الراس ديال الجبل في البورصه وتلاقينا مع خوتي العرب اللي هما صباح الخير عليكم. اليوم الفلوق اللي غادي نديرو ان شاء الله من البورصة، وبورصة راكم عارفين فيها مناظر واعرة، ونوريكم الأثمنة كيفاش نديرها في البورصة وحتى الترانسبور باش غادي نمشيو لتما، حيت بحال كاين اللي كان غنمشيو من الوطيل شحال غادي يحسبوا ليهم البورصه. وهذا الفلوغ ما لقيتش كيف نديروها في عقبه وديما انتم تشوفوا ما كاينه لا عقبه. شحال اللي يمشيو من الوطيل دابا نورمالمون؟ لا لا نمشيو مع لا زون دو فواياج ديريكت، ماشي كلشي كنهضر على دوك اللي كيكونوا دايرين السياحين ديال هنا. 50 اورو 65 يعني 500 درهم 600 درهم 550 درهم 600 درهم. كاين شي وحدين تما الاخر في الاخر وحطهم كاينين بزاف ما تحطش واحد باش ما يقولش دير معاه. كيكونوا دايرين 100 ليره ولا شي حاجه بحال هكا. 100 ليره فيها في الترونسبور وتمشي في العباره يعني في الباطو كيفاش تقطع. والكار اللي يديك والغدا. عييتيني بعد عقبه. والغدا والغدا هذاك هو اللي كيعجبك مزيانه والغدا، ولكن التلفيري كتخلصوا راسك ليها غتعاود على واحد 50 ليره واحده اخرى، هي بحال كلشي طلع لك 150 150 في بلاصه 350 ليره ولا 300. مزيانه مزيانه. الو الو بلاصه 500 درهم غادي يطلع لك 200 درهم 250 درهم كلشي بحال هكاك. وانتم مزيانه. احنا غادي دايرين مع واحد السيد غادي يجي عندنا غادي يدينا تقريبا 150 ليره ونوريكم الكار. لا 100 ليره و 50 ليره حنا نخلصوا ليها. 100 ليره و 50 ليره غادي نخلصوها حنا تما ليها. هذه احسن كلشي يديروا بيضنا من راسه ما يبقاش يعاود ديما على بن سميتو هذه لا ماجوريتي يحاول يخلص راسه. نديروا هذاك الشيء مقطع باش يخرج لينا ثمن مناسب. وقفنا على حاجه ديال جندرما يعني يعرفون انه رحله جروب ايضا اجراء روتيني. على اليد اليمنى وعلى اليد اليسرى واللي حاسس حاله راح يضيع يلصق لي على جبينه مشان من طلعت على وجهه اعرفه من جماعتنا مباشره. كل واحد وحده. شباب شباب الانقلاب العسكري الشهير نتيجه هذا الانقلاب تغير اسم هذا الجسر. راح ارجع للكلام عن هذا الامر. مسجد اورتاكوي الشهير معلم رئيسي من معالم مدينه اسطنبول، هذا المسجد الصغير على ضفه البوسفور في اخر الخليج، هنا في اخر الخليج على يدكم اليمنى وسط الماء يوجد برج صغير اسمه برج الفتاة او برج البنت. انا قصه حزينه تراجيديه راح احكيها راح تحبوا تسمعوها. الان على يدكم اليسرى ورا ظهركم ورا ظهركم الضفه اليسار وراكم جسر السلطان محمد الفاتح مقابلكم شريف جسر البوسفور. مثل جسر البوسفور مجموعه ابراج لقلعه روما للحصار، القلعه التي بناها السلطان محمد الفاتح ايام فتح مدينه اسطنبول هذه اللي احنا فيها. جماعة مثل ما قلت لكم الآن معنا 30 دقيقة لكم حرية الحركة. أنتو اللي بده يشرب شيء اللي بده يغسل وجهه اللي خذوا بعض الصور بعد مقاطع الفيديو تفضلوا، لكن تحفظوا رقم الحافلة رقم واحد. احنا يا دابا جينا للعبارة، يلا دخلوا الكار ديال العبارة وعطونا نص ساعة باش نصوروا ونقصوا ونسوجوا هنا. هاد العبارة هي اللي تقطعنا البورصة ان شاء الله. ها هي العبارة هي هذيك. المهم هذاك الشيء زويون والثمن مناسب 150 ليرة فيها كل شيء. اوا علي ما بغاش
قلت لكم الثمن ديال هذه الرحله اللي مشينا مع هذا الترونسبور. دابا نقول لكم حيت هما بزاف ديال الشركات كل شحال داير الثمن تبقى تتوا معاه. حنايا توينا معاه الواحد، حنا جايين 10 ديال الناس، توينا معاه الواحد 100 ليره وعاد التليفيريك تتخلصوا راسك تقريبا تيجيك واحد 50 ليره. ملي نوصلوا للتليفيريك، التليفيريك زوين بزاف يعني تيمشي بك واحد المده ديال 45 دقيقه على المهم شي حاجه زوينه بزاف. وها هو دابا غادي نتحرك غادي نمشيو للبورصه وغنوريكم مناظر زوينه بزاف ديال بصح. وحنا دايرين هذا الفلوق باش حتى واحد ما غادي يتبولك وغادي تبعو غير التعليمات، حيت كاينين بحال كذا بغيتي تمشي غير من لوطيل ولا فشي فوياج اورغانيزي غادي يحسبوا لك بواحد 350 ليره ولا المهم تقريبا شي 600 درهم ولا 500 درهم مغربيه. وهنايا دابا تقريبا واخا تهلا في راسك مزيان في هذه الخرجه هذه اللي مشينا مع هذه الشركه ما كتفوتكش وقع لا كاع 200 درهم ولا 250 درهم. هانتوما راه وسط الباطو، راه كاينه الماكله الا بغيتي. باغ اكزومبل خديت انا قهوه ب 6 ليره وهادي ب 3 ليره يعني الا بغيتو تفطروا هذاك الشيء خفن زربان حتى توصلوا للبورصه. المهم حنا وصلنا البورصه وهبطونا هنايا لواحد اللعيبه سميتها مينيرا ولا هنايا. المهم هبطونا انا بغى بنادم يشري شي لعيبه وراك عارف يعني ماشي لازم تشري شي لعيبه يعني الا بغيتي تخدى شي لعيبه هنا ندخلوا دابا نوريكم شنو كاين هنايا. هذاك الشيء ديال الحلوى شطرا على راسكم بدل لكم شي ثمن زوين هو هذا خذوا ما بان لكمش قلب 6 تسعود. ها انتوما الالاعيب، انا نقلب لكم الكاميرا الاخرى باش تشوفوا بخاطر خواطركم. ثمن زعفران ايراني ايضا عندنا موجود، انت فقط تاخذ على خبز وفيه ارخص اشياء تاخذوها من الصالح تكون ساتسه مجانيه. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. اهلا وسهلا. انتم الحليوات الالاعيب مزيانين الحلقوم التركي مزيانين تيقول لك حقا تداوي بزاف في العيبات ولكن صحاب السكر اي قلب استعود. صحاب المكياج
المهم شو جيت الحلاوة. حلاوة شو شري الليرة وما راه شي شويه مع هاد البلاصه السياحيه شي تكون شي شويه زايد شويه مغيزه الثمن. ما نقول لكم زعما حكا راه الصول ولا شي حاجه هوته ما شويه راه زايد الثمن. ما نقول لكمش الهوته بالعربيه تعربيت ما نبيعكمش العجل. عجبتك شي حاجه قديتي عليها خذها مرحبا، ولكن عاد القنت هذا اللي كنوري لكم كيفاش داير وصافي باش اللي ما عندوش فكره نوصلوها له. البلاصه ديال العسل الزيت المهم كاين شي الاعيب اللي ما تلقاهمش في شي بلاصه واحده اخرى. السلام عليكم. مرحبا بك. مرحبا. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. كيفك؟ ملاح؟ معمل منيره للحلقوم. الله يحفظك. يا اهلا وسهلا. الله يحفظك. شكرا. هذا الزعفران. السلام عليكم. الله يحفظك. مرحبا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. السلام عليكم اخويا. السلام عليكم. شحال الفول اخويا زربيه؟ اخويا الزربيه ديال الصلاه هذه شي راه شحال ديال شي 70 درهم. وايد تتصلي بعدا؟ والحمد لله الصلاه ديما فوقتها. وي الله يزيدنا من الامام ان شاء الله. صليتي بعدا اليوم؟ صلينا الفجر ان شاء الله. ان شاء الله اسمح لينا. تمتيتي زعما اول كار هيا الشركه اللي مشينا معها بهذا الثمن سميتها فولار تشيريزم. اي وليت نهضر في التركيه. ناري 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 وليت نهضر في التركيه. فولار تور ترافل اجنسي. ناري ناري تشكورا. ايفن ايفن ايفن. يلا سيدي يلا سيدي راه بورصه راه تعطلنا. طلع اصاحبي طلع طلع. اسمع لنا السيفور. اسمع اسمع لنا السيفور. مالكم جيتو تركيا تقصوا اصاحبي اخويا راه بورصه راه تعطلنا. اسمح لي ناس. ورقه. اسمح لي ناس. قطعتي ورقه. اسمح لي ناس. هانتوما هادي اكبر شجرة عندهم هنايا في فرصة. هيا هانتوما هنايا تيحبسوك واحد 20 دقيقة بس تصور. هيا اكبر شجرة عندهم هنا في فرصة. أو تبارك الله. شو شوف فين خارج العيبة ديالها. شو تبارك الله شوف. هذه أكبر شجرة عندهم هنايا في بورصة. شو تبارك الله جدع ديالها من خارج.
هنايا هاي الشرا عاطين فيها شحال المترو تاع هاد البلاصه هادي حتى هي في بورصه. يقول لك هاد الطار ديال العسل، قال لك البلاصه ديال العسل مختصين تيصايبوا في العسل. الصراحه بانت لي بحال هذاك ديال المنار، سامحيني هاد الدرب هذا، ولكن ماشي هي بلاصه ديالهم، ماشي في بورصه. فهمتي سي اخي؟ تكلم تكلم المنار. منار هي فين جالسه؟ راه هي راه الشام والسانتي. ايه شنو جبتو عندي؟ جبتو المنار، جبتو المنار. المهم هاد البلاصه راه في بورصه في الجبل، فوق في الجبل. هاي المانا اوكيك سيا بلاش نزومي عليها. بلاش عجب شو عنده؟ شو عنده؟ هموت معنا هموت معنا. لا لا هذا بيل 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 وسيباستيان. شو البركة ديالو تبارك الله؟ عند هالشي والله لا هالشي مزيان. تحت الحوالة هاي شوف نديرة مين كتخرج. شي نديرة نديرة خالتي نديرة خالتي نديرة ادي زولي. هاد البلاصه هادي تيقولوا لي الدار ديال العسل، ياك ياك اخونا طارق؟ معسله دار معسله، الدار ديال العسل. ندخلوا من هنا ومن الله من غير. المهم هاد الدار هادي تيقول لك ديال العسل، قال لك عندهم العسل، قال لك جميع الانواع ديال الامراض، وبغي بغي يشرح لينا. وقال لك دابا هما شنو عندهم؟ غير باش تفهموا باش تفسر لهم. يقول لهم كوكو هنايا كيبقاو يجيو، كيبقاو يجيبوكم هنا باش هما انت تشريو، هما بقاو ياخذوا عليك لي كوميسيون. يقمطوكم وصافي. كامل العسل راه عندنا في البلاد. واش يقمطوكم وصافي؟ لا هي لا كونفيتور. تركي هذا نسولوا هاد الدري تركي. اخ واش جيت تسولني انا؟ ها؟ ناري 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 يا صاحبي. المهم هاد البلاصة هادي قال لك ديال العسل، قال لك فيها جميع المنشطات. شوف جميع المنشطات هانتوما زيني، قال لك يداوي كلشي. اي شيء في الدنيا بيتغلب سفر، والاسعار مثل الجماعه من لبنان. الورد 100، صنوبر 100، كستنه 150. وتفضلوا ذوقوا، اهلا وسهلا. محمد ونوفر تمام ميو 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 كنان ميو ميو. وللتذكير فقط، راه ماشي تنقول لكم، ماشي تنقول لكم اجيو هنا باش تشريو. الثمن راه زايد، راه تسمع ميو 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 كنان 100 الفوق. ولا بغيتي تشري ما منعكش، ولكن راه هنا راه الثمن ماشي ديال الهوته، الثمن شويه زايد. المهم هنايا مع هذيك محسوبه على هذيك الصفيره اللي مخلصين، كيدوزك لهاد الاماكن هذا باش تشوفهم كيفاش دايرين. المهم حتى انا تنوريهم لكم، بغيتو تقداو مرحبا. قال لكم الثمن طالع شويه، طلب 6 سعود. هيا ريستوران اللي فيها الغداء، يعني هذا هو الغداء اللي دايرين فيها. المهم يلا يحطوا الماكلة، ملي نحطوا الماكلة نصور لكم الماكلة اللي داخلة في الرحلة. وهذا الغداء ها هو. الصحة الدراري، الله يعطيك الصحة، الله يكرمك. هانتوما حنايا طلعنا في الراس ديال الجبل، وكاين ليكواد كيكريو ليكواد هنايا، وكتمشي وسط الغابة 45 دقيقة. كتمشي وسط الغابة ب 45 دقيقة وتتكري ليكواد. وليكواد داير ليهم جوج ديال الناس 150 ليرة، فيها 45 دقيقة، ثلث ساعة الي وثلث ساعة روتور، وتيوقفو شي 10 دقايق بحال هكاك تما. ها هو تمشي وسط الغابة. الراس ديال الجبل هنايا، وهنا كاين تيليفيريك. تيليفيريك هو هذاك، راه هو اللي طالع.
الثمن ديالو كاين 30 ليره 30 ليره فين الساعه كيطلع وكيهبط كيطلع حتى الراس ديال الجبل وكيهبط ها هو نوري لكم منير حبستيها منير حبستيها وي 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 اركب هو يحبسها منير منير السبب وايا جابتيك اه ناري هاي طرا لينا بحال هذاك الفيديو تقعد تشتت بنادم طلعنا في الراس ديال الجبل في البورصة وتلاقينا مع اخوتي العرب اللي هو مولاي السلطان عجاج على هشام الزين ها هما الدراري مزيانين هنايا في البورصة ودابا ان شاء الله غادي نركبوا في التلفريك الكبير اللي مغطي الثمن ديالو داير 60 ليره وغادي نزهيوه ولكن مع البول ضرب بنادم تيتحرك ديال بصح المهم حنا نطلعوا دابا التلفريك ونوريكم كيفاش داير راه مغطي وناضي واش 60 ليره لانه اطول 60 ليره تيقولوا عليه بانه اطول تلفريك في العالم فيه 9 كيلومتر تيضرب ياك 9 ونص اه اللي فيه فوبيا اللي تيدوخ وكعرف كيردوا له شي لعيبه بلا ما يطلع عليه فوالا يلا حنا نطلعوا دابا التلفريك ونوريكم كيفاش داير القطع هو التلفريك اللي مسدود هنايا راك عارف ما تحس لا البرد لا والو خاص تكون الشتا انا نوريكم النظر كيفاش غادي يكون زويو منير هاي بيفين اوكي جاك اخويا تيليفيريك وا تيليفيريك اخويا ما عندي واش نقول لك قضيه زينه تيليفيريك ناضي 100% تيليفيريك تنتمنوا يكون عجبكم الفلوق ديال اليوم اللي درناه من البورصه وشفتوا الاجواء كيفاش دايره وكيفاش خاصكم تسافروا البورصه يعني كل واحد والطريقه ديالو كيفاش سافر وانا حاولت نوصل لكم واحد التسافيره اللي تقامت علينا تقريبا ب 150 حتى ل 180 ليره 180 ليره يعني هذا هو الثمن باش سافرنا فيها الغداء فيها التلفريك الصغير اللي ب 30 ليره فيها التلفريك الكبير والغداء وكل شيء بالترونسبور حتى للوطي المهم حتى لهنا دابا الفلوق ديالنا سالا عاوتاني غدا غندير لكم فلوق واحد اخر جديد وخليكم معنا سينو الفلوق جديد